الأبراج اليومية 21 من نوفمبر 2023 الثلاثاء. في يوم الثلاثاء لا تجهد نفسك عقليا أو جسديا، لأنك من الناحية الصحية لن تكون في أفضل حالاتك. الأخبار أو الأحداث المتعلقة بأحد الأقارب سوف تجذب انتباهك. بشكل عام سيكون يوما ممتعا وبناء، حيث سيتم تحقيق كل جهد جيد. يمكن أن يكون يوم الثلاثاء يوما مثيرا للاهتمام، حيث يحمل تجارب مختلفة في الحب. إذا ولدت تحت علامة برج الحمل، على الرغم من الاتجاهات المواتية لهذا اليوم في الحب، فليتحقق التوازن في العلاقة والحفاظ عليه. هناك احتمال أن تكون توقعاتك لهذا اليوم مرتبطة بأشياء قد لا تمتلك القدرة الجسدية أو المالية على تحقيقها. إذا ولدت تحت علامة الجوزاء أو الميزان أو الدلو، فحاول أن تمر بهذا اليوم في وئام دون اضطرابات وصراعات. الثلاثاء هو اليوم الذي يكون فيه من الجيد المساعدة، ولكن ليس بأي ثمن، ولكن فقط لأولئك الذين سيطلبون منك المساعدة. تبادل الطاقة والأعمال الصالحة سيكون مهما جدا اليوم. سيكون يوم الثلاثاء يوما مهما جدا لتطوير معارفك واصدقاتك الجدد والقدامى. قد تختبر المعجزات اليوم بفضل تصرفاتهم أو المشاعر التي ستشعر بها معهم. إذا كنت من مواليد برج الجوزاء، فقد تنشغل اليوم بأفكار تتعلق بالحياة خارج المواز الذي تعيش فيه الآن. قد يكون السبب في ذلك هو أحباؤك الموجودين بالفعل في الآخرة، والذين ستحظى معهم ببعض التجارب اليوم، حفلة أب أو حلم أو لقاء معارف مشتركين وما إلى ذلك. إذا كنت من مواليد برج الميزان، هذا ليس يوم نجاح المالي أو المادي، هذا يوم نجاحات روحك، الخير والدفء الذي ستمنحه من خلاله. إذا ولدت تحت علامة الدلو، فسيتعين عليك اليوم تأجيله للاجتماع أو سيكون هناك تناقض في لقائك مع أشخاص آخرين.